توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 21، الصغرى 13، الإسكندرية 19 11، مطروح 18 10، بورسعيد 18 13، الإسماعيلية 21 10، السويس 20 13، العريش 19 10، طابة 19 11، شرم الشيخ 24 15، الغردقة 24 14. وعن الأقصر فدرجة العظمى 23، الصغرى 10، أسوان 24 11، الوادي الجديد 22 10، شلاتين 24 15، حلايب 21 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.